كاس افريقيا للزمالك ويصدق حكم اللقاء تفارق نهايه المباراه ويذكر نادي الزمالك اسمه في تاريخ كره القدم الافريقيه. الزمالك هو اكثر الانديه تتويجا بالبطولات القاريه في القرن العشرين بتسع القاب قاريه، اربعه منهم في البطوله الاهم والاغلى بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري. بس ده ما كانش بالسهل، كان نتيجه جهد وعرق نجوم كبار، كبار بفنياتهم وكبار كمان بشخصيتهم وتعاملهم مع كل النتائج إيجابية وسلبية. اللاعب الكبير اللي كان بيعرف يتعامل مع الفوز بحجمه الطبيعي بدون مبالغة، وكان بيحول أي إخفاق لدوافع جديدة وتحفيز لنفسه يقدر يتجاوز بيه. أول ألقاب الزمالك الإفريقية أبطال الدوري 84 كان في نموذج شخصية الزمالك ولعبته الكبار اللي بيلعب منهم وحتى اللي قاعد على الدكة. الزمالك اللي جمع الثنائية الكبرى الدوري وبطولة إفريقيا لأبطال الدوري على يد القدير أبو رجيلة كان بيلجأ للتدوير المحدود بين الدوري وبطولة إفريقيا، علشان كده نجم كبير زي الكابتن أحمد عبد الحليم كان ليه نصيب كبير في الدوري وأقل في إفريقيا، ورغم عدم مشاركته بشكل كبير في إفريقيا إلا أنه كواحد من النجوم الكبار كان ليه دور مهم بشهادة الكابتن أبو رجيلة في تفويق الفريق من إخفاق نتيجة الذهاب قدام جيت الجزائري، واحد من أقوى الفرق في إفريقيا وقتها اللي كان بيضم خماسي من منتخب الجزائر اللي عمل نتائج وأداء رائعين في كأس العالم 1982، واللي كان قدر يخطف فوز بنتيجة صعبة جدا على الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدف في الجزائر، واللي خلت طريق الزمالك ناحية بطولة إفريقيا يبقى صعب ويمر من أضيق الأبواب، بل إن الأمر كان أشبه بالمرور من خرم إبرة. لكن الزمالك في إفريقيا بدل المرة ست مرات اعتاد المرور لألقابه من أصعب وأضيق الأبواب، وبعزيمة ولاده وخبراتهم جوه وبره الملعب مر وعدى. وكان كلام كابتن أحمد عبد الحليم لزمايله وللجهاز الفني في الجزائر أشبه بالتوقعات المحققة وصاحب تأثير نفسي كبير على لعيبة الزمالك اللي وسط جمهورها في القاهرة حققت التوقع والبشارة وعدت للنهائي، ومنه لأول وأغلى ألقاب الزمالك الإفريقية. أحمد عبد الحليم من الناس اللي دماغها في كرة القدم من صغره، مالك كابتن أبو رجيلة يعني 3-1 دي صعبة وفرقة مش قليلة قال لي يا كابتن 3-1 دي الواحد دوت ده نجدنا. رحت داخل الكابتن أبو رجيلة والله يرحمه الكابتن أحمد، قلت له أنتوا زعلانين ليه؟ الجول اللي جابه إبراهيم يوسف هيصعدنا. فهادي المامور يعني كان أول مرة أشوفه كده، كان متنرفز جدا يخبط على الارض، قعدنا على الرصيف ما قدرناش نطلع اوضه الملابس. انا كنت عايز الفرقه تطلع من الحاله دي، الحمد لله نجحت بشكل كويس جدا. وطبعا بعد كده الكابتن ابو رجيله والكابتن احمد رفعت الجهاز الفني ابتدوا يعملوا اجتماعات مع اللعيبه، ورجعنا مصر ما عندناش غير هدف واحد ان احنا ازاي نقدر نعوض المباراه. ويمسكها النادي ويمسكها النادي دوغو. كاس افريقيا لاول مره، كاس الزمالك، كاس افريقيا للزمالك. ويطلق حكم اللقاء تفارق نهايه المباراه ويذكر نادي الزمالك اسمه في تاريخ كره القدم الافريقي.